رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى رو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه مواحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون.